الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، وصباحية مباركة، صباحية مباركة للمنافسين اللي كانوا مجهزين نفسهم بالكوميكسات امبارح علشان يحفلوا على جمهور النادي الاهلي. صباحية مباركة للعريس بطل وملك الصالات في مصر، النادي الاهلي. قبل ما اتكلم عن اي حاجة، بعد اذن حضرتك صل على الحبيب في الكومنتات ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وتعالى يلا نخش على طول على اول فقرة معانا. عايز اقول يعني قمة المعاناة، قمة البؤس، انك تبقى قاعد كجمهور نادي الزمالك قاعد بتتفرج على ماتش طرفه النادي الاهلي، وما ادراك ما قيمة النادي الاهلي، والطرف الاخر لاعب هرب منك، لاعب باعك عشان الفلوس. الماتش بتاع امبارح جمهور الزمالك كان عنده مشاعر متضاربة، مشاعر متناقضة، كان عنده شيزوفرينيا في المشاعر. ليه؟ امبارح هو طبعا قاعد عايز الاهلي يخسر، وعايز الاهلي ما يشوفش اي بطولة، بس في نفس الوقت مش عايز انس اسامة اللي باعه عشان الفلوس ورفض الزمالك وباع الزمالك عشان فلوس زيادة، برضو من جواه مش عايز الاتحاد يكسب عشان خاطر انس اسامه. يعني انت عارف، انت يعني جمهور الزمالك امبارح لو يطول يقول لك يا رب الاثنين يخسروا كان عمل، يعني هو كان عام قاعد امبارح يقول لك ايه، يا رب الاثنين يخسروا عشان انس اسامه حارق دمنا، وعشان خاطر الاهلي المنافس بتاعنا، فالاثنين يا رب يخسروا وما يكونش في كسبان في هذه المباراه، يا رب الاهلي يخسر عشان اوجوستي ووالتر هوج. بالرغم على فكره عايز اقول لك، يعني انا ليه اصدقاء زملكاويه، بجد ليه اصدقاء زملكاويه، بيقول لك الانتصار لنادي الاهلي امبارح يعود لنادي الزمالك، يقول لك احنا اللي كسبنا الماتش. عارف انت ايش فكره ان الاهلي بيكسب بطولات بابناء الاسماعيليه، اذا هذه البطولات تتحسب للاسماعيلي. اه هو كده، الاهلي كسب بطولات بابناء الزمالك، اوجوستي بوش ووالتر هوج مواليد 100 عقبه الساعه 6 الصبح. اه الاثنين مواليد 100 عقبه، والاثنين معاهم جنسيه 100 عقبه، فعشان كده هم ابناء الزمالك. فهذا الانتصار والست بطولات اللي حققهم اوجوستي مع النادي الاهلي يتحسبوا لنادي الزمالك. يا جماعه دي ستوري منزلها كاكا، ريكاردو كاكا. مين بقى اللي مع كاكا ده يا جماعه؟ واحد معجب. ده ريكاكا هو اللي معجب، ريكاردو كاكا هو اللي معجب بسيد الناس، بعم الناس في كرة القدم، محمد ابو تريكا. محمد ابو تريكا اللي جمهور الزمالك بيقعد يتريق عليه ويقول لك ابو تريكا ده مش اسطورة اصلا، ابو تريكا ده حتة لاعب ملوش قيمة، ابو تريكا مش عارف ايه. تخيل لما كابتن البرازيل ريكاردو كاكا الحاصل على كاس العالم وأسطورة من أساطير كرة القدم وأفضل لاعب في العالم في 2007، ولعب مباراة البرازيل ومصر الشهيرة في بطولة القارات 4-3، بينزل دي. هو ده أبو تريكة اللي محدش يعرفه؟ طب ممكن نسأل سؤال لريكاردو كاكا بالبرازيلي طبعا، أنا أكيد ما يعرفش عربي يعني ولا مصري. هو حضرتك تعرف واحد اسمه شيكابالا؟ اصل احنا عندنا رمز اسطوري كبير جدا اسمه شيكابالا، لو كان يعني ربنا كرمه والظروف سمحت ليه كان زمانه دلوقتي بيلعب مكان ميسي ورونالدو. اه كان هيقوم بدورين، دور في مانشستر يونايتد وخلاص كان هيمشوه، ودور في باريس سان جيرمان. قبل كده قلنا ان قناه النادي الاهلي، وعايزكم تشاركوني في الراي، يعني قولوا لي رايكم، انا ما بقولكش قول نفس الراي بتاعي، لا، ممكن جدا رايي سليم يقبل الخطأ ورأي خطأ يقبل الصواب. كابتن محمد بركات، من وجهة نظركو ماذا قدم محمد بركات للنادي الأهلي وهو في اتحاد الكرة المصري؟ هل انتوا شايفين محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد أفاد النادي الأهلي في منصبه كعضو للاتحاد المصري لكرة القدم؟ وجهة نظري لا. وارد ان الواحد ما يفيدش النادي الاهلي، مش مشكله، احنا مش عايزينه يعني يطبخ لنا الليله ويكوس لنا الليله، مش عايزين كده، احنا ما بنحبش كده. لكن كابتن بركات لما الاهلي يتظلم قدام عينك وتفضل ساكت، السكوت عن الظلم هو مشاركه في الظلم. انك تشوف الدنيا عماله جايه على النادي الاهلي وانت سكتم بكتم، ده ملوش غير معنى واحد عندي، انت مشارك في الجريمه.
لما اشوف واحد بيقتل واحد واسكت ومبلغش ولا اقول واقول ماليش دعوه، فانت مشارك في الجريمه. كابتن بركات، سكوتك لا يعفيك عن مشاركتك في الجرائم اللي حصلت ضد النادي الاهلي داخل اتحاد الكوره، بدايه من اخفاء الخطاب ضد النادي الاهلي، خطاب نهائي افريقيا، سكوتك انت وخالد الدرندالي وتصميمكم ان لعيبه الاهلي الدوليين لازم يرجعوا مصر الاول قبل الذهاب الى كاس العالم في ابو ظبي، حرمان النادي الاهلي من لاعبيه في اولمبياد طوكيو، حاجات كتير جدا. يعني حلقة طوكيو، اسف، طوكيو ما كانش لسه مجلس اداره جمال علام جه، لان كان احمد مجاهد هو اللي كان موجود. ايه بركات عمل ايه؟ سكوتك على الظلم التحكيمي والعهر والفجور التحكيمي ضد النادي الاهلي خلال الموسم الماضي، كل ده وقناه الاهلي مستضيفه محمد بركات. يا جماعه انتوا ليه ما بتحترموش مشاعر جماهير النادي الاهلي؟ ليه؟ طب ما تستضيفوا حازم امام كمان. صحيح، استضيفوا حازم امام، استضيفوا خالد الدرندلي، استضيفوا مصطفى يونس، استضيفوا مجدي عبد الغني، استضيفوا كل الناس دي. انتوا عايزين توصلوا الناس ايه؟ ان محمد بركات بيخدم النادي الاهلي؟ فين محمد بركات اللي بيخدم النادي الاهلي؟ محمد بركات ما رفعش شماعه يدافع عن النادي الاهلي. فعلى اي اساس تستضيفوا النهارده محمد بركات؟ اللي عايز يشاهد محمد بركات على قناه النادي الاهلي يا جماعه وقولوا لي رايكم. انا ممكن اكون غلطان، ممكن اكون غلطان جدا، بس قول لي رايك ايه الصح. هل تستضيف محمد بركات في قناه الاهلي اللي ساكت على ظلم النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت وهيسكت على ظلم النادي الاهلي خلال الموسم ده في التحكيم وفجر التحكيم، ولا كنت تستضيف ابناء الاهلي اللي بيدافعوا عن النادي الاهلي بحق؟ يعني واحد زي ابراهيم سعيد ده ليه ما تستضيفوش؟ واحد زي ابراهيم سعيد اللي موقف الدنيا على رجل ليه ما تستضيفوش؟ ليه ما استضيفش شادي محمد؟ ما هدول نجوم النادي الاهلي، بل بالعكس بيحاربوا عشان خاطر النادي الاهلي. ما اعرفش. النهارده كابتن بركات هيتم استضافته في برنامج السجاده الحمراء في قناه النادي الاهلي الساعه 10 مساء. تعال نروح لموقف محترم جدا لعمرو فاروق. ده يا جماعه تحس كده انه يعني مشجع درجه ثالثه في زي وزير، في زي نائب مجلس اداره، رئيس مجلس اداره نادي الاهلي، حاجه كده كبيره بجد. الراجل امبارح عمل موقف، يعني اصحابي لما قالوا لي اللي كانوا موجودين في الصاله، ايه الجنتله دي؟ ايه الرجوله دي؟ ما يعملش المواقف دي غير ولاد البلد، ما يعملش المواقف دي غير ولاد البلد الاصال، اصول ولاد الاصول. امبارح افراد الشركه الافريقيه المسؤول عن تأمين مباراة الأهلي والاتحاد كعادتهم كانوا مستقصدين جمهور النادي الأهلي، والجمهور مش واخد راحته في الهتافات، جمهور الاتحاد الناحية التانية عمال بيهتف ويرقص ويتنطط ويقول اللي هو عايزه، جمهور النادي الأهلي كل ما يجي اي حاجه امسك تعال تقول ايه، تقولش احترموا نفسكم. مين اللي شاف الموقف؟ العمري فاروق. عايز اقول لك ان العمري فاروق زي يعني بالبلدي كده نط، راح نطط في وسطهم ووقف ما بين الجمهور وما بين بتوع الامن بتاع الشركه الافريقيه دي، وخلى الجمهور يلعلع، خلى الجمهور يقول اللي هو عايزه. انا احب المسؤول ده، المسؤول اللي يحط نفسه ويحمي الجمهور النادي الاهلي بنفسه، انا احب المسؤول ده. واكيد كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي زيهم زي العمري فاروق، زيهم زي الكابتن محمود الخطيب. الحاجه المحترمه لازم نقول عليها محترمه ونشيد بيها ونحمي صاحبها وندعم صاحبها. امبارح
رئيس نادي الزمالك كان من المفترض انه يخرج على الهواء في حلقة الخميس والجمعة كالعادة، والناس قعدوا ينوهوا رئيس الزمالك طالع، رئيس الزمالك هيطلع، انتظروا وصول رئيس الزمالك، انتظروا مش عارف ايه، لحد ما جت الساعة 2:30 وقالوا ان ظروف رئيس نادي الزمالك النفسية السيئة هي اللي منعته من الظهور. طبعا البعض قال لك بس يبقى الدولة منعت مرتضى منصور من الظهور على قناة الزمالك، وانا بقول لك لا، وانا بقول لك لا. ومن يروج لهذا هو بيحاول يخدم الفكرة نفسها، فكرة ان احنا نطلع نقول ان الدولة منع رئيس الزمالك من الظهور علشان يكسب وقوف اكتر من الجمهور في صفه، دعم اكبر من الجمهور في صفه، محاولة للضغط على الدولة في بعض الامور، وبعد كده اسبوع اسبوعين يظهر تاني. الله الله عليك، الله الله يا بلدنا، الله الذكر والاسد والسبع واللي 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 محدش يقدر يوقفه. وانا بقول لك مفيش قرار ايقاف او منع لرئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور. رئيس نادي الزمالك طلع في فيديو امبارح، والفيديو على فكره مش بس مباشر، خلي بالك الفيديو متسجل ومبعوث، وهم رفعوه زعوق الساعه 2:30. يعني كنت اتمنى من استاذ خالد لطيف يعني احترام المشاهدين، يعني ما ينفعش يبقى انت عندك الفيديو جوه في المطبخ وتقعد تقول للناس الراجل جاي وما تعلنش وتعتذر الا الساعه 2:30، تقول لهم طب معلش يا جماعه اصل رئيس الزمالك عنده حاله نفسيه سيئه والراجل مش عايز يطلع، فهنطلعه لكم فيديو كده. ده فيديو متسجل مش فيديو بس مباشر. ماذا قال رئيس نادي الزمالك بعد انباء منعه من الظهور عن قناة نادي الزمالك؟ قال لك انا شخصيا زهقت، المشاهدين زهقوا وقلت الكلام ده كتير والناس حافظة اللي بقوله، ومفيش جديد، مع احترامي للبرومو اللي بينزل هقول ايه، هاخد الشنطة واطلع النادي المنافس بيتريق ويقول النادي بيفلس، بعتذر للمشاهدين اللي زهقوا انا بقول اجيب المرتبات ازاي، والفرق اللي بقى لهم 3 شهور ما قبضوش انا طلعت عشان ما يقولوش حد منعني، انا قرفان جدا جدا وانا برج الجوزاء حالتي النفسية سيئة، هطلع اقول ايه؟ لو فكرت بكرة اطلع على قناة الزمالك همسحك يا حسين يا لبيب انت وطارق جبريل السقوطة اللي كل ما بينزل انتخابات سقطه، همسحكم بالمستندات، الدنيا مقلوبة علينا ولجان الخطيب شغالة علينا، وانت مطلع بيان تشتمنا عشان قلت ان ممدوح عباس خد 12 مليون في عهد اللجنة بتاعتك، الخطيب مش عايز يدفع غرامة كهرباء عشان ما يفكش ازمة النادي المادية، وطالعين يقولوا ان الغرامة نصها على كهرباء فقط والباقي على النادي البرتغالي، وهي معركة وانا مكمل فيها. قال ان طالع بكرة باذن الله اسهل حاجة اقعد في بيتي، لان التاريخ هيشهد ان بنيت النادي والحمد لله حصلت على بطولات اكتر من 40 او 45 بطولة، لكن دي معركة العدل والحق ونكمل فيها للنهاية. قال ان واحد زي يقول لي دماغنا وجعتنا، هنقول له دي معركتنا ومعركتكم انتوا كجمهور، النادي اموره مستقرة اجتماعيا، لكن لو اللعيبة مش هتقبض هتمشي ومفيش بطولات وانت هتلطم، وانا بحذر واقول اقف ورا ناديك مش تقف ورايا. حد بيقول ربنا ينصرك يا مرتضى، انا ربنا نصرني كمرتضى، ربنا ينصركم انتوا والنادي. قال انا قعدت مع الوزير ساعة ونص وبيحاول يحل وانا رافض اخد قرض، والنادي المنافس مطلع ميزانية انه عنده فائض ازاي وانت واخد قرض. قال انا دماغي مشغولة اجيب فلوس منين ازاي، ان شاء الله الحالة المزاجية تتعدل واطلع، الناس عايشة في جو رومانسي في النادي وانا قاعد بفكر اجيب فلوس منين. عيب اللي بيعمله سيف الوزيري كيد النساء تمضي ب16 او 17 وتعملوا مؤتمرات، انتوا بتغيظوا مين؟ كل تركيزي ازاي اقبض الموظفين واللعيبة. انا من يومين ما نمتش لان انا قائد السفينة، عمر ما شفت قائد سفينة بيتخلى عنها وقت الاعاصير، لكن دي معركتي
ومعركتك انت واللي بيقولوا دماغنا وجعتنا، ودي مشكلتك انت لا اللعيبه، مش هتاخد فلوس هتمشي، ومش هيبقى في بطولات. انا واحمد وامير من يوم ما دخلنا النادي بنشتغل متطوعين. طيب طبعا دي تصريحات رئيس نادي الزمالك، وهو له كامل الحريه في اي كلام عن نادي الزمالك، ملناش علاقه كنادي اهلي. ولكن انا عايز ارد في نقطتين، نقطه بخصوص الوزير ونقطه بخصوص النادي الاهلي. نقطه الوزير، قال لك الوزير قاعد ساعه ونص بيحاول يحل. ربنا يديك الصحه يا معالي الوزير ويدي لك على قد نيتك، قول امين. الوزيري عامل مؤتمر بيغيظ مين؟ ما هو طبيعي يا جماعه، راعي للنادي الاهلي لازم يعرف مصر كلها، ولازم يعمل مؤتمر عشان يجيب الوكالات والصحف والقنوات عشان يشوفوا وينقلوا والناس تعرف. امال انا الراعي ده يدفع فلوس للاهلي ويمشي ويقول لك خد يلا ال 200 مليون اهوت وانا ماشي يلا سلام عليكم؟ لا، لازم يعمل مؤتمر، والمؤتمر ده يلف مصر كلها، يلف مصر كلها، وده حق الاهلي وحق سيف الوزير وحق اتصالات نفسها. فالموضوع ملوش علاقه بكيد النساء. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.